صديقنا العزيز محمد سرحان، اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا بك يا ابراهيم باشا. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي، والف الف مبروك. مبروك على النادي الاهلي، ومبروك على جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي، مبروك عليه يا رب دايما كده ان شاء الله الرابعه والخامسه والسادسه، لسه فاضل ثلاث بطولات ان شاء الله قريبين، ان شاء الله نحتفل بيهم كلهم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله على السلامه يا باشمهندس عدلي، وربنا يتم شفاءه عليك بعد خير يا رب ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ محمد، وهو كده الكوادر اللي بيخلقها النادي الاهلي بتظل ملتصقه، بشوف من ايام ريال مدريد 19 سنه ما زال مستمرا ومتواصلا، والتواصل ده له معناه شغفه بالنادي الاهلي استاذ محمد، وتواصله مع الجهات رغم ان هو مش مسؤول جوه النادي بشكل رسمي، لكنه هو مهموم بالنادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي قوي، وعنده اللسعه بتاعه ان اللي يعيش في الاهلي لازم يعشقه. فطبعا كويس انك ما زلت متواصل مع بوتراجينيو، هو ما زال مسؤول في مدير العلاقات المؤسسيه مدير العلاقات المؤسسيه، عشان كده هو اللي كان معني بالخطاب. قول لي تواصلك معاهم الفتره اللي فاتت كانت عباره عن ايه يا استاذ محمد؟ هو من زمان، من ساعه الماتش، وهم بعد ما لعبوا الماتش خطاب شهير من رئيس ريال مدريد رئيس النادي الاهلي كابتن صالح الله يرحمه وقتها، وكانوا دايما، وكان الخطاب ده شهير جدا، وقالوا احنا فاتحين ابوابنا للنادي الاهلي في اي تعاون. هم طبعا وكان الباشمهندس عدلي طبعا كان مشارك في هذا الموضوع، هو الباشمهندس خالد مرتجي، وما زالت العلاقات موجوده، وحتى يعني في حاجه حصلت كده 9 نوفمبر 18 لما خسرنا كاس افريقيا في تونس. الماتش خلص الساعه 11، الساعه 11 ودقيقتين جات لي رساله قد ايه احنا زعلانين ان الاهلي خسر الماتش ده، بس دي كره القدم وتتعوض قريب ان شاء الله. اذا هو متابع ومتفاعل في السراء والضراء. ايوه، وهو ده الاهتمام الحقيقي الحقيقي. وجات لي رساله على طول بعد الماتش بتاع نهائي افريقيا الاخير بالتهنئه، وهو طلب الايميل بتاعي، انا ما كانش عندي الايميل بتاع صراحه بتاع الكابتن الخطيب او بتاع النادي الاهلي، اديته الايميل بتاعي وهو بعته لي عشان انا يعني ابعته للكابتن الاهلي. وبعته حضرتك للكابتن الخطيب؟ بعته الخطيب، كابتن الخطيب، بعته الكابتن الخطيب. استاذ محمد يعني نشكرك على وقبل التهنئه بالخماسيه والسداسيه ان شاء الله. هو ده كلام بقى، ننتظر مزيد من التهنئات منهم مع كل انتصار باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ان شاء الله. لك ان شاء الله باذن الله نهنئ بعض ان شاء الله، لسه في سوبر وكاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي باذن الله. الف الف مبروك. شكرا شكرا جزيلا للصديق محمد سرحان عضو النادي الاهلي، اللي نقل لحضراتكم تهنئه ريال مدريد للنادي الاهلي بفوزه بلقب افريقيا التاسع.